عوض على بدء، اكتظاظ في السجون اللبنانية. أكثر من الثلثين ممن هم خلف القضبان موقوفون احتياطياً قيد التحقيق أو ينتظرون المحاكمة، وبنسب تخطت بأميال المعايير العالمية. مع كل أزمة يعود هذا الملف القديم الجديد إلى الواجهة، منذ سنوات مع بدء النزوح السوري، وفيما بعد الأزمة الاقتصادية، والآن العدوان الإسرائيلي. قد يكون السبب الرئيسي للاكتظاظ بالسجون هو عدم تطبيق مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية اللي بتتناول من التوقيف للتحقيق لإجراءات المحاكمة. هذا الإهمال بتطبيق بعض المواد، وهذا السبب الأساسي بالاكتظاظ بالسجون، مش كثرة الجرائم أبدا. وصلت لمرحلة أنه الموقوفين قيد التحقيق بشكله 82% من المودعين بالسجون، ما لازم يتجاوزوا الثلث، عم يتجاوزوا الثلثين. سجون اليوم قنبلة موقوتة ما بنعرف لهم متودي. أصدر مؤخراً النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار تعميماً حدد فيه الآلية لطلب تخلية السبيل للموقوفين في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون نتيجة نقل السجناء من مناطق غير آمنة بسبب ظروف الحرب، وذلك عبر تفعيل نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يتيح إخلاء سبيل أكثر من 1400 سجين. قرار يعني إجع بيقول للقضاء طبق القانون، يعني مفترض أنه هن عدد كبير من القضاة يطبقوا القانون بصرف النظر عن هذا التعميم أو لا. ومشكور المدعي العام التمييز أنه عم بحث القضاة على تطبيق القانون بهذا الوضع الخطير. لهلأ بعد ما سمعنا أصداء أو عرفنا أنه شو إذا بلش التطبيق وبلشت إخلاءات السبيل، بعد ما عرفنا شيء. مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية تلحظ بشكل مفصل إجراءات وأصول التحقيق والتوقيف، وكما يبدو أنها لا تتبع في كثير من الأحيان، وتطبيقها يقلص الاكتظاظ من مدة التوقيف في النظارة إلى مدة التوقيف لارتكاب جنح، إلى تطبيق إجراءات بديلة عن التوقيف، إلى إخلاء السبيل في حالات وظروف معينة أو مقابل تعهد بمتابعة المحاكمة وإجراءات التحقيق وتنفيذ العقوبة إلى العقوبة البديلة، خصوصاً أن مخالفات صارخة تحصل متعلقة بالتوقيف في النظارات أو دمج السجناء بمختلف الجرائم. نحن بنحسب أحياناً بالنظرات شو عندنا موقوفين أو شو عندنا محكومين، وهذا كمان مخالف للقانون، ممنوع يتوقف بالنظارة أكثر من 24 ساعة. في ناس عم تنفذ محكوميتها بالنظارة، يعني القانون تنفيذ العقوبات وإدارة السجون فصل المساجين بحسب الجرائم، ما بيتم هذا الموضوع. مش عم نقول مشكلة إدارة السجون، يمكن إدارة السجون ما قادر تفصل نتيجة الاكتظاظ، بمعنى أنه عم يفوت واحد يمكن بحادث السيارة عم ينحبس إلى جانب تاجر مخدرات أو بناس بجرم إرهاب، وأحيانا بيكون موقف قيد التحقيق إلى جانب المساجين، بيتنزهوا سوا وهي ممنوعة، بيناموا سوا وهي ممنوعة، بيقعدوا بفرد سجن سوا وهي ممنوعة. بسجن الأحداث مرة كان في بنفس الغرفة ولد عمره شي 12 سنة صغير، موقوف لأنه سرق تليفون ليبيعه ويشتري بلاي ستيشن يلعب فيها. بنفس الغرفة موجود واحد عمره 16-17 سنة قاتل أمه بالسكين. طب قلب 12 سنة بعد فترة التوقيف شو بده يطلع منه بهالمعشر؟ من 4-5 أشهر كان في بسجن رومي بمبنى الأحداث 100 ولد موقوف، واحد منهم محكوم، 99 مش محكومين، موقوفين قيد التحقيق. تسريع الإجراءات لا يجب أن يكون مطلباً، وتطبيق القانون لا يحتاج إلى مطالبة. القوانين واضحة وموادها تحدد الآليات، فيما الخلل في مكان آخر وفي عهدة من يجب أن يطبق ويحمي تنفيذ القانون.